مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان معالجة المياه وإعادة الاستعمال. الماء ضروري لحياة الإنسان، لكن كيتعتبر عنصر هش حيث كيتلوث بسرعة. لكن أهمية الماء وقلة المصادر ديالو خاصة في بلادنا كتستدعي ضرورة معالجته واسترجاعه. باش نعالجوا المياه الملوثة من أجل إعادة الاستعمال، كتمر العملية بعدة مراحل. أولاً معالجة فيزيائية كلاسيكية، واللي كتعرف الغربلة ونزع المواد الصلبة ونزع الزيوت والأتربة. ثانياً المعالجة البيولوجية، واللي كتعرف عملية التهوية. وأخيراً المعالجة الكيميائية، واللي كتعرف عملية التطهير والتعقيم. والهدف من المعالجة هو الحفاظ على الصحة العمومية وعلى البيئة، واسترجاع المياه قصد استعمالها لأغراض زراعية أو صناعية أو لتغذية المياه الجوفية. فعلاً فالمقذوفات المنزلية أو ما يسمى بمياه الصرف الصحي تعد إحدى مصادر تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية والوسط الطبيعي بصفة عامة. لمواجهة هذه الإشكالية، الدولة وضعت البرنامج الوطني لتطهير السائل. ولمواجهة هذه الإشكالية وضعت الحكومة منذ 2006 البرنامج الوطني لتطهير السائل، اللي كتسهر على التنفيذ ديالو وزارة الداخلية بالشراكة مع الفاعلين الوطنيين في هذا المجال. هذا البرنامج اللي الكلفة ديالو 43 مليون ديال الدرهم، كيهم 330 مدينة ومركز حضري، حقق إنجازات هامة كتمثل في إنجاز 100 محطة للمعالجة، 71 محطة للمعالجة في طور الإنجاز، إضافة إلى ارتفاع نسبة المعالجة إلى 44% من مجموع المياه العادمة. وما نسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.